السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جولة النهاردة لسوق العبور، سوق الفواكه. تعالوا مع بعض عشان نعرف اسعار الفواكه النهاردة وبالاخص المانجا، وكمان هنتعرف على اغلى حاجة في السوق وارخص حاجة ايه هي بقى النهاردة في السوق. تابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم بيت العيلة الكبير مع عبير كل جديد ان شاء الله. طبعا يا جماعة المانجا بدأت خلاص عشان خاطر الموسم بتاعها قرب يخلص، بمجرد ما بيدخل شهر 10 في انواع معينة بس هي اللي هتفضل موجودة، انما المانجا معظمها هتبدأ تقل لان خلاص موسمها قرب يخلص. المانجا النهاردة تعالوا نشوف اسعارها، وكمان اغلى حاجة موجودة النهاردة في السوق هعرفكم عليها، وارخص حاجة فاجئتني غير اللي بيبيعها التجار خالص. دي مانجا عويس الكيلو ب15 جنيه. طبعا برا او التجار بيتبيعها اكتر واغلى من كده بكتير، بتعدي العشرين جنيه، لان يعتبر المانجا العويس بعد او ممكن نقول ان هي من الانواع اللي بتبقى غالية غير المانجا الزبدية. الزبدية بتعتبر ارخص حاجة، بتبقى بتمانية جنيه وتمانية ونص وتسعة جنيه. العنب الحلو ده باربعة جنيه ونص وخمسة جنيه كمان. بصراحة يعني يا بلاش، العنب سعره حلو جدا. في كمان العنب البناتي هعرفكم دلوقتي سعره، بصراحة اتفاجئت منه. دي المانجا ديت في بعشرة جنيه وفي باتناشر جنيه. المانجا الزبدية يا جماعة أرخص حاجة في السوق، سعرها 8.5 و9 جنيه. دي المانجا اللي هي الزبدية دي كلها كده سعرها 8 جنيه ونص في 10 جنيه. يعني بالنسبة للزبدية، على فكرة الزبدية بتبقى من أفضل الأنواع لعمل العصاير بقى، ولأن بيبقى فيها اللحم بتاعها بيبقى كبير يعني كتير غير الأنواع التانية، فبتقدري تعمليه عصير بكل بساطة. طبعا التين البرشومي ب11 جنيه الكيلو، وعلى حسب كل نوع، في انواع بقى بتوصل 10 11، يعني على حسب النوع جودته بتختلف من بيع للتاني. البلح ده اللي هو البلح الاصفر، مش الاصفر البلدي لا، المستورد ده الكيلو منه ب18 جنيه، وفي بيرفع سعره جامد يا جماعة في الاسواق، بيبيعوه ب25 جنيه كيلو البلح ده، فهو هناك كده ب18 جنيه. طبعا انا قلت لكم قبل كده ان الوزنة بتكون بخمسة جنيه على الميزان. البرقوق طبعا يا جماعة من الأسعار برضو اللي سعرها عالي، لأن ده كله قسط بيصدروه البرة بعشرين جنيه الكيلو، فالبرقوق سعره عشرين جنيه. في يعني في ناس تانية بتبيعه بسعر أقل شوية، برضو هعرفكم عليه دلوقتي. العنب ده بخمسة جنيه، بخمسة جنيه كيلو العنب ده اللي هو العنب الأسمر، بس بيبقى حلو برضو طعمه جميل جدا، وبيبقى حلو برضو هو والعنب البناتي ده. المانجا الزبدية طبعا مالية السوق. بدأوا يقولوا لي بقى ان خلاص كده بتودع بقى المانجا، خلاص بتبدأ تشطب، بس لما هتخلص المانجا هتبقى موجودة بقى الانواع التانية بقى اللي هي قليلة او في طلبها، او ان هي بتبقى سعرها مرتفع شوية. العنب ده العنب اللي هو اللي حبيته طويلة ب 5 جنيه و 6 جنيه كمان. انواع المانجا يا جماعه كتير جدا، في اللي هو النهارده طبعا بقت ب 15 جنيه المانجا اللي هي العويس، وديت بالمانجا دي ب 9 جنيه، وكمان في اللي هي دي قال لي ب 9 جنيه كيلو بتاعها، دي اسمها المانجا الزبديه. طبعا بعد ما رجعت وبقول له ده ب 8 ونص قال لي لا ده ب 9 جنيه، فرجعت تاني بقول له خلاص هي تبقى 9 جنيه. ده كله الحاجات دي بقى اللي هما بيصدروها، يعني بصوا كل الحاجات دي. برضو ده برقوق قال لي من 18 ل 19 جنيه الكيلو. كل ده العبوات ديت او الكراتين دي بيعبوها كالحاجات اللي بيصدروها بقى، ده كله تصدير. ده برضو مشمش، المشمش يا جماعة ب10 جنيه استيراد. برضو القفص ده او الكرتونة ديت كان فيها حوالي 10 كيلو، والكيلو ب10 جنيه، يعني كلها على بعضها ب100 جنيه.
ده كده الحاجات اللي موجودة او الفواكه اللي موجودة الايام دي. طبعا البرقوق كتير والتفاح بقى انواعه اكتر. تعالوا بقى عشان اوريكم بقى انواع كتيرة من التفاح. قال لي اسامي غريبة يعني، قال لي اسامي كتير جدا واسامي مش معروفة من التفاح برضو، انا هعرفكم عليها. دي كلها المانجا العويس، المانجا العويس ب15 جنيه. الزبدية طبعا احنا كده عرفنا ان الزبدية 9 جنيه و10 جنيه كمان. قبل كده يعني في بداية الموسم بتاعها كانت المانجا ب4 جنيه وب5 جنيه. طبعا بدأت خلاص كده ارتفع سعرها. وبالنسبة هنا كمان الرمان يا جماعة ب5 جنيه وفي ب7 جنيه، بس النوع ده ب5 جنيه، ده ب5 جنيه بالنسبة للرمان. يعني بالنسبة للصيف هو موسم الفواكه كلها عامة، الصيف ده هو أبو الفواكه وخاصة المانجا بصراحة. دي برضو نوع تاني من أنواع المانجا اهي، ديت ب15 جنيه الكيلو بتاعها. الكرتونة تعمل لها 7 كيلو أو 8 كيلو على حسب كل واحدة وكل الوزن بتاعتها. شايفين هنا اللي بيبقى مكتوب عليه الاسم بيبقى ده خلاص مزاد، بيبقى الحاجات دي اللي بيقوموها كنظام مزاد في السوق، بيبقى ده بيقول سعر وده بيقول سعر، وبتتباع بقى بالطريقة ديت كبيع للمزاد. يعني ده كله كده مكتوب عليه الاسم متباع. يعني لما تيجي لو انت هو بتيجي تشتري منه يقول لك لا ده متباع، ده مش عارفه ايه ده بقى. تعالوا نشوف هنا انواع التفاح اللي عنده. 14 جنيه نوعها ايه دي؟ نوعها بولندي ب 14 جنيه. طب والثانيه؟ ده سكري. على كام ده؟ ده 13 جنيه. مع ان شكله عامل زي الامريكاني. لا ما هو ده اصلا يعني يعتبر تمام. حلو قوي. ماشي. والنوع الثاني اللي وراك ده على كام؟ النوع الثاني ده برضه كله بولندي. بولندي؟ اه ده ب 12 جنيه. ده ب 12؟ وده الاصفر؟ طب ما الاصفر حلو برضه. على 12 جنيه ده صح؟ 12 جنيه. تمام، يبقى ده على 12 يا جماعه. أنا ده بقى التفاح المصري. اه ده بقى التفاح المصري. وده على 12 برضه صح؟ ايوه ده على 12. اه ده بقى المصري العادي. ده على كام؟ ده ب11. ده ب11 جنيه يا جماعه. تمام. شفنا كده التفاح، هو احلى نوع بصراحه اللي هو التفاح الاصفر ده بصراحه عشق. يعني اجمل حاجه التفاح الاصفر، بيبقى تحفه بجد، احلى من الامريكاني. الامريكاني ما بيبقاش للدرجه، بيبقى ناشف كده وما بيبقاش حلو، انما الاصفر بيبقى تحفه جدا. ده البرقوق برضو سعره من 18 ل 19 وفي بيبيعوه ب 20 جنيه برضو. ده خوخ، بس خوخ مستورد، يعني ده كله تصدير. يعني الخوخ ده برضو هم طبعا بيختاروا الحاجه الفرز اول عشان خاطر بيطلعوها تصدير. دي ممكن تكون حاجه مثلا قفص طلع في عيب في حاجه فبيطلعوا. البرتقان عامه ب 5 جنيه. البلح ده بقى تعالوا كده نشوف سعره كام. البلح ده ب5 جنيه الكيلو، اللي هو البلح الاصفر ده، غير البلح التاني طبعا. البلح الاولاني اللي احنا شفناه اللي هو اللي مستورد غير ده خالص. ب 250 جنيه الكيلو ده، 250 هي فيها كتير بس غالية ب 250 جنيه. ليه يعني؟ هي عشان الواحدة بتتباع بتتباع بالواحدة، بس 250 الواحدة بتتباع بجنيه. يعني دي هتطلع 250 واحدة معقولة؟ ايه؟ يلا طيب. ما انتوا شفتوا الكيوي، هي القفص مليان يا جماعة، مليان كمية كتيرة، بس ما اعتقدش ان هي تعمل، مش عارفة والله، انا مش عارفة هتبقى غالية 250 او لا. قولوا لي برضه رأيكم، يعني هي كويس ان القفص على بعضه ب 250 بس مش عارفة، عرفوني رأيكم ايه. ده برضو نوع من انواع الخوخ، برضو نوع تاني. ده كله حاجات استيراد، ده برضو خوخ استيراد برضو. ده تفاح اللي هو التفاح الاصفر ده بصراحة احلى حاجة. 550 جنيه. ده انا نازلة.
ده نوع برضو تاني من التفاح، زي ما انتوا شايفين ده ب11 جنيه الكيلو يا جماعة، ده الامريكاني ب15 جنيه. بصوا انواع التفاح كتير جدا، وطبعا وده برقوق، وزي ما انتوا شايفين ده بقى المكان الحاجات اللي هم مطلعينها عشان خاطر كل ده بيصدروه. ده برضو نوع تاني من البرقوق، بس مش كبير زي اللي احنا شفناه الاولاني، نوع تاني كده صغير عامل زي البلحة، وفي جنزبيل طبعا، وفي حاجات كلها الحاجات ديت اللي هي بتبقى متعبية في كراتين مطلعينها من بره كده عشان خاطر بيبقى استيراد. التفاح ده التفاح الامريكاني الكيلو ب20 جنيه منه، والبرقوق زي ما انتوا شفتوا كده ب18، وفي بيبيعوه ب20 جنيه، ده اللي هو ب20 جنيه كمان. يعني يعتبر اعلى حاجه في السوق بالنسبه كبرقوق والحاجات دي. البرتقال ده ب5 جنيه الكيلو، البرتقال ارخص حاجه، بس هو بيبقى برتقال صيفي مش شتوي. العنب ده ب4 جنيه و4 جنيه ونص كمان، وفي ب5 جنيه، بس عامة معظم العنب اللي موجود في السوق ب4 جنيه ونص. ده كله كده بقى. المانجا التانية بيبقى في مزادات، يعني هو بيبقوا زحمة كده، الناس اللي بتبقى زحمة دي بيبقى بيبيعوا حاجات مزادات. هنا ده كان عمال ينادي، بصوا العنب البنات الحلو العسل ده بصراحة تحفة، وبكام؟ ب4 جنيه ونص، عمال ينادي ويقول 4.5 4.5. هو ده العنب البناتي، يعني يعتبر العنب البناتي في الأسواق بيعتبر من أغلى الأنواع، هو والعنب اللي بيبقى طويل كده بيبقى حبايته حلوة جدا، وبيبقى طعمه معسل وحلو قوي. طبعا كده شايفين انا باخدكم معايا كده، بحسسكم كده ان انتوا ايه ماشيين معايا في السوق، وبنتعرف وبنسال مع بعض على الاسعار. اعلى اغلى مانجا طبعا هي المانجا العويس ب15 جنيه، قبل كده كان سعرها نازل خالص، بس دلوقتي سعرها بدا يرتفع، وخاصه ان احنا خلاص في موسم قرب ينتهي موسم المانجا، لان خلاص بدايات الشتاء بدات والصيف خلاص كده. هي كل دي انواع من المانجا العويز زي ما انتم شايفين انواعها، والمانجا طبعا ما شاء الله بتبقى كتير اهي، زي ما انتم شايفين الاسعار والفواكه والحاجات اللي هي بتبقى استيراد واللي موجوده. الرمان طبعا ب5 جنيه، التفاح زي ما احنا شفنا انواعه، ده اللي هو التفاح المصري العادي، ده العادي بقى البلدي ب11 جنيه الكيلو. برضو انا بحب اعرفكم كده، وبنبدا ندخل عند كل واحد وبنسال، لعل وعسى بقى نشوف واحد مثلا بيبيع بسعر اقل بسعر اعلى، فبنبقى خدنا الجوله كده مع بعض. دوت الكيلو من ده قال لي ب5 جنيه، والله مش عارفه، بس ممكن يكون بيقولوا خلاص مش داخله دماغي. دي مانجا برضو عويس ب15 جنيه الكيلو، منها ب15 جنيه. الكرتونه زي ما قلت لكم بتعمل 8 9 كيلو. ده العنب البناتي بصراحه ارخص حاجه، هي العنب، العنب ده ارخص حاجة في السوق، يعني عامة كده 4.5 جنيه، يعني حلو جدا، وبصراحة يعني يا بلاش. المانجا ديت اللي هي ب15 جنيه برضو نوع تاني من المانجا، وكبيرة، بصوا حجمها كبير، اللي هي بتبقى مدينة على لون احمر شوية كده، برضو مانجا من انواع المانجا الحلوة قوي اللي عميل العصير، يعني الزبدية والمانجا دي، بس انا نسيت اسمها والله العظيم، بس مانجا كبيرة. بصوا المانجاية الكبيرة التانية دي شكلها كبير جدا، يعني تعمل لها حوالي مش عارفة والله تعمل لها كيلو مثلا. المانجا دي نوع تاني كان بيقول ب7 جنيه وب6 جنيه ونص بصراحة، بس يعني حلوة. دي كلها العنب البنات يا جماعة ب4.5 جنيه اهو. وزي ما احنا شفنا كده الجولة لسوق العبور والفواكه، طبعا هم كذا عنبر يا جماعة، عشان تعرفوا ان السوق لما بتيجي تدخله لو انت داخل بالعربية بتدفع له حاجات بسيطة مثلا كده على الباب، يعني بتدفع 5 جنيه للعربية الملاكي وانت داخل، وبعد كده وانت بتخرج لما بتحمل حاجات من السوق بتدفع على كل، يعني بتدفع الوزن غير الوزن اللي احنا وزناها لما بنيجي نحاسب، لما بنيجي نحاسب كل قفص او كل شوال او اي حاجة انت بتحطها على الميزان بتدفع على سعرها من 5 ل6 جنيه. يعني بندفع بصوا كم مرة من أول ما بنيجي نوزن، من أول ما بنيجي نوزن، وبعد كده وإحنا خارجين كمان بنوزن الوزنة للميزان، هما بقى ليهم تقديراتهم بيقدروها، بتبقى على حسب التقدير وعلى حسب الوزنة، بس ما بيبقاش يعني كتير، يعني مش بتبقى حاجة عالية أوي.
طبعا الفواكه او السوق بيبقى الفواكه على يميننا وعلى شمالنا، والسوق واسع جدا وكبير يعني تنطلق فيه. فالمكان كبير جدا وواسع، والبياعين والمعلمين كتير هناك. فبصراحة بالنسبة للأسعار، لو انت هتجيبي بقى كميات بتجيبيها من سوق العبور بتبقى أحسن لك. الشمام ده أو الكنتالوب أو زي مش عارفة بتسموه ايه عندكم، الكيلو ب5 جنيه الكيلو منه، في الدرجة اللي هي أقل شوية ب3 جنيه. طبعا كده احنا خلصنا الجولة، أتمنى تكون الجولة عجبتكم وتكون نالت رضاكم وتكونوا خدتوا فكرة كده معايا، ودخلنا السوق وتعرفنا على المكان، لأن سوق العبور القسم الفواكه ده من أكبر الأسواق المصرية لتجارة الفواكه والأسماك وفي كمان دواجن، بس تصدقوا أنا ما دخلتش بتاع الدواجن ده قبل كده. بصوا شايفين المانجا دي، سبحان الله، يعني شايفين شكلها والبوز اللي هو في المانجا، بصراحة شكلها مبهر سبحان الله. يعني القفص ده كله كان فيه مانجا، شايفين تحت كده فيه حاجات ليها بوز وحاجات شكلها يعني معقول حلو جدا سبحان الله. يعني أتمنى تكون الجولة عجبتكم، استنوني جولات تانية كتير، وأنا طبعا بشكركم كتير وبحبكم قوي قوي، وبصراحة بشكر كل اللي بيكتب لي تعليق وكل اللي بيحط لي اللايك، بجد بجد أنا بسعد بوجودكم، ودي طبعا قناتكم وقبل ما تكون قناتي، وأتمنى إن أنتوا تدعموني دايما باللايك، وان انتوا تشتركوا في القناة، واللي وصل لحد هنا ولسه ما اشتركش اتمنى تدوس على زرار الاشتراك وتعمل اللايك وتبقى عندنا في القناة. مع السلامة وفي حفظ الله.